نقول ما بغيت من انتو غندير معكم التحاليل. شوفوا انا مكم وانتوما سمحتوا لي قلت لهم تشمونا، انا بغيت تساعدوا معايا تكونوا معايا، بغيت منكم والو، انا بغيت نشوفكم العين نشوف العين حنسند راحي، انا بغيت منكم والو، انا بغيت نشوفكم العين نشوف العين. لا غريبة كم الله ويدي يوم انا بغيتهم وحدشتهم وجينا فرطني فيهم، انا ما نسمح لها اليوم لغدا الدنيا غدا خيرة، لا 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 يسمح ليها. وي خليتهم اوديو السويطار وخليتهم قاعوا لحقت هي خرجتهم. شكون هي اللي خرجتهم؟ حليمة الرشيدي. هذه مو مريضة. هي؟ في بيت النعاش. مريضة دابا هي. مريضة دابا عند القلب. هي فاش ولدت شي بنياش خليتيهم؟ خليتهم في القاعة. وخرجت. ما بقيت. خرجوك هما. خرجتني العبدية. شي مرا مسكينه العبديه اللي خرجتني هي قالوا لي لا ما تمشيش خليها تقعد بلاتي تشوف بناتها، هما قالوا لي قعدي الحق الله الحق قالوا لي قعدي تشوفي بناتك على عين الله الموت والحياه، هي قالت لي لا ما تقعديش العبديه قالت لي تخرجي، خرجت مريضه بغيت يلا بغيت نمشي، دخلت يدي في هذيك القاعه ونجبدهم، جاتني لقابلتي قالت لي تقول ما تدخليش يدك مال الحمارة، هيدا مال الحمارة ما تدخليش يدك ما تدخليش يدك، قالت لي غادي يجيك البوليس خلعوني ما علينا وهزيت يدي، مشيت بديانتي مشيت مريضة وهي لما عطاتني فلوس عطات جابت لي الرفيسة وجابت الرفيسة وجابت لي الحوايج كنت نفسها جابت لي الحوايج جابت الحوايج باش بغات الدرقات طمعاتني بالدرقات فاش طمعاتك شي ما عقتيش هذيك الساعه ما عقتش انا فاش طمعتني انا جابت لي الفلوس وجابت الرفيسه هكاك وقلنا كيك هي كليش هذيك الرفيسه مباشر جابت الرفيسه جابت لي صارت الفلوس قالت له عطوني باش الدواء شي الواتزم الدواء طاقنا واتزام داوينا سات لي العبدية الدواء العبدية اللي عطاتها الفلوس ما عطاتنيش انا العبدية دابا العبدية العبدية والعبدية هي اللي دخلت في هادشي هي اللي دخلت في هادشي هي اللي دخلت في هادشي عطات الفلوس بلا مرة وانت هي قول لنا ام فاطمة السيد كنتي مجوجة به بالدريات كنت مجوجة به هو كان وانا كنت مستغلة كانوا مستغلينك كانوا مستغلين في تمارة ما كنتش كي درك هيا ومسطحة ومنقية حالتي مبادا كانوا كانتش عمالة تمارة ما نصبن ما نغسل ما نمسطي راسي والو تمارة سقيت تقهر شوية خرجت جيت بحال تقهرني بالعصق وعطاني العصق وقهرني وجيت بحال هادي ما بقيت عقبت العدو لا أيد ما سولتيش في الدرية ما سولتش ما بقيت ما رجعتش مشيت عاد بعد الرئيس خدم تاعي عاد الرئيس بقيت خدام ونسيت سير يوم جاي يوم بقيت خدام ما ديت ما جيت في الدريات نسيت الدريات نسيت وما بقاش عليا الوقت والو مشيت ما بقيتش عاقلة كما كان الحال مشيت ما بقيت عقلت والو كيفاش القصة ديال الكلوة كلوة دابا قطعتها شكون اللي قطعت الكلوة؟ حليمة الرشيدي حليمة الرشيدي حيت كلوة الوحدة في الدرجة الوحدة في الدرجة حيت المكلوة قلت لك انا قالت لي ودوات ما قالت لي انا دقوس ليها درت لها عمل قبل 20,000 باش حليمة الرشيدي تعدات على اختي حيت الكلوة وبعت لبنت خوها حيت الكلوة لبنتك؟ البنتي وحدة في الدرجة شكون فيهم؟ عرفت شكون فيهم؟ وحدة فيهم حيت لها كلوة دارت لها عمل
20,000 ولد كل واحد عطاوها ال عطاو بنت خوها، بعث البنت خوها بالضبط. ايه عمري ما هادشي ما سمعتو تا سمعتو بلا صواري انا ما مشاوروك ما شاوروني ما والو لحقت دارت فيها ما بغات يا بنتي عيانه قالت عندها مرض نفساني وقطعت لك الوقت قالت بنت خوها على دارت لها اختها قالت قطعت على 20,000 درت لها عماليه وعاد باش شوية صحت ما بقاتش مريضة شوية عطات الدواء عاد باش صحت دارت لها عمل في السبيطار. وفاش دابا هادشي باش يقول لك الناس راه بداتك راه شي بان ايه مطيبة انا مغني قال تنحس بيهم يا سيدي تنحس بيهم تحسي بهم بنيات بنيات تنحس بيهم حسنة وحسنية حسنة وحسنية هي كانت معايا اسمها هي كانت بانتين في برنامج اجي نشوف ايه كنا تم صافا وهنا هو الشبه ركي هو الشبه كاين تيعاودوا باش تيعاودوا الناس ما تواصلش معاهم والو باق ما تواصلتش معيطتي ليهم باش باق ما عيطنا باق ما تواصلنا يا مسحنا جينا للسبيطار لوفيس قالنا التسجيل كاين الورق ديالهم كاينين كاينين في السبيطار قال سيرتو تجيبوا الشهاده تجيبوا ديكلاراسيون لاراسيون ايه تجيبوا تديروا دعوه بهم باش يبانوا يديروا الصلح ويديروا معاك التحاليل هذاك شي ولدي باش قالوا لي يا امس وكيفاش بغيتي من البنيات دابا وش وحشتيهم توحشتهم اخويا بغيت غير يعنقوني ويبردوني شويه ما نبقاش كيكوايا معصبه بغيت معايا يبردوني كيفاش هذا الموضوع هذا زاد مرضك ايه مرضني هذا الموضوع كامل ما بقاش على حرج الراجل اللي ولدتي معاه كيفاش كانت المعامله ديالك معاه في الوقت؟ الوقت ما عايشه معاه في تماره كانت ضربات عصا وما كنت حتى حاجه ما يكسيني ما يصبطني ما والو على الكرفيس على الكرفيس ما كاين حتى حاجه من هادشي حتى تماره مستغلق في تماره مستغلين في تماره والعصا وليدي وهو كان راجل تاجر كان معروف كان معروف هذا كان تاجر كان كلشي خاف منه ايه كان تاجر كان قبيح كان قبيح وعدو الغنم وعدو البقر وعدو واحد البغله وعدو واحد الناقه شي باش نعرف هذيك الوقت هذاك الوقت هذيك الوقت عدو البقر وعدو البقر وعدو البغله وعدو الناقه وكان ميكسيك ما يصبطك ميكسيني ما يصبطني ولالا فاطمه جابت لي حل واحد القفايطين هادشي لالا فاطمه في مكناس شكون هي لالا فاطمه اش تجيكم لالا فاطمه تقول له عمي سيدي منصور تقول له عمي عمها ايه هي مسكينه اللي جابت ايه كانت ضريفه كان ضريفه كان سيدي جليل كان سيدي احمد كان سيدي جليل كل في مكناس كملي كان سيدي جليل وكان في مكناس كملي كان سيدي جليل وكان سيدي احمد كان سيدي محمد سيدي محمد مات ما علينا مات مات وبالنسبه دابا للعائله ديال العائله ديالو ما عمرهم تواصلوا معاك ماشي شي حاجه جا حل العام هنا سيد احمد جا مختفي جا قول كبير ايه كبير العربي ولد حمو جاو هنا جاو قال مختفون وجاو جاو هذاك النهار مع الخميس جاو نهار شدو قال مختفون وهما دابا هذا عبيدي رشيد عبيدي جابوا تصاور داو في المدرسه جيت عبد لطيفة بنت العساس عطاتني واحد المجلة قالت لي البنات كانوا مساقرين هنا في المدرسة فشي مش حسيتي ليك حسنا حسيت بهم مشتاك المجلة عطاتها لي لطيفة بنت العساس قالت لي هذيك انا وحدة من بناتك فشي في اول شوف شنو هو الاحساس اللي حسيتي بهم مش حسيتي قولي لينا ايه تنحس قلبي تيتهز من تنذكرهم قلبي تيتهز كامل توحشت مولاي كون عندهم اش اللي قالوا لي امس قالك كون عندهم 250 ولا 270 في العمر اش اللي قالوا تكون عندهم شي 26 عام 26 عام تكون عند مولاي شي تمتنا وليدي وتنضم وهذيك المره اللي تبناتهم نتمناتهم اللي تبناتهم واش مرت لاخو مرت هذاك الراجل ولا بعيده على الراجل اللي ولدتي معاه بعيده على الراجل لا ها
وهو دابا فاش شاف هذا الشيء بالدريات اللي كتب جوج يبيه ما دوى ما والو ما دواش ما بغاش يسني قالك ما بناتيش والسجد تابوا بك ما بناتيش ماشي وليدي ودخلوهم الخرين في الحالة المدنية ولا أولادهم أولادهم وهم ما تمنوهم دابا هادوك الناس اللي تبناوهم شكون شكون اللي عطاهم لهم واش مش هكاشي واش بتربلية ولا دابا الفرنجات هزهم عطاهم ليها عطاهم لهذيك المرحلة دابا قالت لنا عايشة مهرسة قالت تقاق ما في طاقتكش تزيد طيام ما عندكش كديري لهم دابا خاصك تسمحي يبقاو عايشات المخزن خاصك تطلب السماح باش يديوهم باش يديوهم الخارجة هادشي باش قاول باش قاول بوني قالت لي شوف لالا ما عندك جهد ما عندك مقدار هات البو قلت لي ما خدامش قمار ريال ما ردوش قمار يظل في الوادي قمر علانة قالت العبدية قالت لهم راه خدام هاكاين هاكاين ملي جات قالت سقوني جات تسقوني طبيبة قالت لي بصح راجلك خدام قلت لها لا قمار شو بغا يديها للحبس عيب وانت الكذوب شو بغا يديوها قال جاب الخراقي من سواسق ما عرفت جاب الخراقي قال تطعبها الهضرة قال بغا يدخلوا هذاك الدكتور شو مشات فيها للحبس سيكتور كان بغا يديها بغا يديها مشات فيها دابا انتي هاد القضية ديال البنيات ديالك شكون اللي تتمناه يدوي باش يحل لك هاد الوغزة انا بغيت شي حد يدوي لي واحد لهاد الوغزة شكون مثلا واش ماشي فرملية هي اللي غادي تقلي شكون تقلي ديال البنيات دابا جدات تقلي هاد حلم الرشيد جات مقلدة عدلة حلم الرشيد جات مشات مقلدة وبقى حية الى غتموت مريضة هي مريضة هي من مريضة هي ناعسة في السبيطار ننعس ناعسة في السبيطار وقالت شد القلب شد القلب شد القلب عدم ربد في القلب مشيشو عندها ولا مشيشوش عندها لا مشينيش عندها ما قدرناش ندخلو ما قدرناش ندخلو عندها مشيشو عندها مشيشو عندها لا مشينيش عندها مشينا عند اخوها اخوها اش قال لك اخوها قالك بقى لها 20 يوم وقالت تبان ما قالش لها ناعسة ما قدرش يقول لها ناعسة في السبيطار اللي سبنا الناس قالك راه نعس في السبيطار سواطا الزردة سواطا في بيت النعاس بلا مارة هادشي اللي قال لكم خوه هادشي اللي قالنا خوه وقال خزن علي ما قالش راه نعس في السبيطار ولا وحاسب شي حاجة حاسب شي عارف ملي انا ضغط له انا قصحت له كلام وتقرص قلت له شوف اخي الحاج ربات بناتي ورباتهم شو اللي من عطاتهم ما تقوليش قال ما تقابحينيش قلت له قلت له انا جات من الجماعه وقالت لي غندير لك الراجل وديك الولاد انا بديت بريت وغادي نكمل لك بالولاد والراجل تما قاد علي الراجل وانا غنديها انا نسوليه قلت انا غنتبعك بلا ما عقبتش ليها لكن عقبت لهم على القيد ونحرص عليها الشيخ هذيك الساعه بعت منها صافي هي ارتاحت قالت صافي داز درت فيها بشي بحالها قلت انا غنتبع انت بغا تبعني بصح وانا كسع جعت من بحال خفت ما زعمتش عليها خافتي وانتي ما عندكش ديك الساعه ما عندكش ما عندي لا فلوس لا والو ما كاينش اللي يقف معايا ما ديك الساعه عقلنا نحاس على الشيخ والقايد يحبسوه تجيب لي بناتي ما قدرش نقول ياكسي ما بقاش على بالي زعما هو فاطمه موجودي لينا واش بغيتي من الدنيا واش بغيتي من الله واي انا بغيت موت وحدي جدم انا بغيت موت غادي نموت بغيت نشوف العين نشوف العين بالحياه هذا من الموال بغيت من الموال سيدي انا بغيت العين نشوف العين بغيت قلبي كذا لا شتم برد نبقى مرتاح وعندك وليدات اخرين هاي شحال عندك من عندي واحد راه مجبد فينا خايرين مجبد ولد واحد كيشتينات ليا والدراري ولادك مساكن عاودتي لهم هادشي بقى فيهم الحال بقى فيهم الحال بقى فيهم هادي المهدي وعبد الرحيم بقاو فينا وما صنع لهم جدو ولا مقدار يا بغاو خواتات ما لقاوش الجهد باش يلقاوهم
لقاوش الجاد باش يلقاوهم. بقاو تابوا بس كيديروا سلك راحي. سلك راح مع خواتي هاتوما بقاو. هذاك الشيء ما كان اسيدي. تنقولوا الله يجعل سعدنا جميع. يا رب يا رب. تنقولوا تنطلبوا. يجعل سعدنا جميع. من قبل خالص. شنو هي الرسالة ديالك؟ شنو هي الكلمة اللي تبغي تقول لي الصفاء وهذا؟ دابا مباشرة شنو تقول؟ نقول ما بغيت من انتو غندير معاكم التحاليل. شوفوا انا مكم وانتو ما سمحتوا بيا قلت لهم ما تشمنا. انا بغيت تساعدوا معايا تكونوا معايا. بغيت منكم والو. انا بغيت عنشوفكم عنشوف العين. حنسند راحي. انا بغيت منكم والو. انا بغيت عنشوفكم عنشوف العين. الله غريبه.